وحول هذا الملف تنضم إلينا شبكة مراسلين للحديث في ردود الفعل بشأن الانتخابات المقبلة، ونبدأ من بغداد حيدر البدري، ومن الأنبار نبيل عزامي، ومن النجف حسام الكعبي، ومن الناصرية أحمد السعيدي. أهلا بكم جميعا، لكن دعني أبدأ معك حيدر البدري. يدرس مجلس الأمن قرار الإشراف على الانتخابات بطلب من بغداد، بالمقابل أيضا هناك جهات تسعى لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ضعنا في تفاصيل أكثر حيدر. أهلا بك ديار، أهلا بفاطمة وبكل من يشاهد يو تي في الآن. الحقيقة إن هنالك على ما يبدو اتفاقا سياسيا قد نضج هذه الأيام بوجوب تأجيل الانتخابات. كان لدينا حديث مع أحد النواب عن التحالف الكردستاني، وأيضا نائب آخر من تحالف الفتح. النائبين أو النائبان قالا بأن هنالك حديث عن تأجيل الانتخابات إلى الخريف المقبل، إلى شهر تشرين الثاني تحديدا، والبعض ذهب أكثر من ذلك حين قال بأن الانتخابات قد تؤجل إلى نيسان من العام 2022. يبدو أن الكتل السياسية تتخوف كثيرا من اللاعبين الجدد على الساحة الانتخابية، وهم تشرين من جهة وتشرينيون الذين بدأوا برص صفوفهم بشكل أكبر، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية بتشكيل عدد من الكيانات قد يكون أهمها البيت الوطني، وأيضا من الجانب الآخر رئيس الوزراء الذي يبدو أيضا أنه يسعى إلى الدخول في هذه الانتخابات، بل أن هنالك حديث عن وجود أكثر من كيان سيرتبط به خلال الانتخابات المقبلة. بعض الكيانات السياسية كالتيار الصدري والحكمة هم مع إجراء الانتخابات في موعدها جهارا وفي السر، أيضا يبدو أنهم أتموا عدتهم الانتخابية، لكن كتل شيعية أخرى وبعض الكتل السنية والكتل الكردية أيضا ترغب بالذهاب إلى موعد تشرين الثاني للانتخابات، وهو الأمر الذي ربما حتى يتعارض مع الكثير من القوانين التي أقرت. كما نعلم أن موعد الانتخابات أقر قانونا في مجلس النواب، وخصصت كما يفترض أن تخصص موازنة له خلال موازنة العام 2021. ديار الوضع هنا يتجه نحو تأجيل الانتخابات، الكلام الآن همس بهذا الخصوص، لكنه يبدو أنه سيرتفع الصوت قريبا جدا ومن مختلف طيب حيدر السياسية. نعم واضح، إذن ابقى معنا حيدر. دعنا ننتقل إلى الأنبار، ومن هناك مراسلنا نبيل عزامي. نبيل، ما هو المشهد في الأنبار؟ استعدادات الأنبار للانتخابات المقبلة، هل هناك نسبة عزوف عن التحديث البايومتري مثلا كما حصل في الموصل؟ تفضل. نعم طبعا، مفوضية الانتخابات في الأنبار أعلنت أن أكثر من مليون أنباري سيحق له التصويت في الانتخابات المقبلة، وأن نسبة 50% من هذه الأصوات حدثت بياناتها خلال الفترة الماضية من خلال الفرق الجوالة، والتي وصلت إلى أكثر من 100 فريق جوال، إضافة إلى وجود 72 مركز تحديث بيانات ثابت تتوزع على الأقضية المختلفة في محافظة الأنبار. أما فيما يخص ملف مهم جدا ديار، هو ملف النازحين، فهناك دعوات إلى ضرورة أن يكون لهم صوت وأن يكون لهم حضور في الانتخابات المقبلة، لكن بذات الوقت هناك وعود للإدارة المحلية في المحافظة بإغلاق هذه المخيمات وإعادة جميع النازحين نهاية شباط المقبل من العام الحالي، بما يسهم بإعطائهم أصوات واختيار مرشحيهم، خصوصا وأن المحافظة توزعت على 4 دوائر انتخابية بواقع 15 نائب يتوزعون على هذه الدوائر، وبالتالي هناك أيضا دعوات من قبل المواطنين بأن تكون الانتخابات في موعدها، وأن يتم السماح لجميع. أيضا هناك نقطة أخرى أشير إليها ديار، تفضل، وهي دعوات لعدم فرض حظر للتجوال خلال فترة الانتخابات، لأن بعض الأحزاب أو بعض المتنفذين يسمحون لناخبيهم أو لجمهورهم باستخدام عجلات مرخصة، وبالتالي الآخرون لا يستطيعون الذهاب والتصويت واختيار المرشح الذي يرغبون به. نعم. هذا كانت أبرز المطالب. طيب. في محافظة الأنبار. نعم. نعم نبيل، شكرا. إذن ننتقل إلى مدينة النجف الأشرف، ومن هناك أيضا مراسلنا حسام الكعبي.
حسام، المرجعية حذرت قبل أشهر من عدم إجراء انتخابات نزيهة وطلبت إشرافا دوليا عليها. ضعنا في تفاصيل أكثر. نعم بالفعل يا ديار، يعني المرجعية الدينية في النجف كانت ولا زالت تدعو إلى أن يكون التغيير هو عن طريق الانتخابات، هي تدعو دائما إلى التغيير السلمي وتدعو بشكل مستمر، خصوصا في العامين الأخيرين في مناسبات كثيرة دعت المرجعية إلى بداية الانتخابات المبكرة، ومن ثم قالت في بيانات كثيرة وحتى في لقائها قبل 4 أشهر بالممثلة الخاصة الأمين العام للأمم المتحدة بلاسخارت، قالت في بيان واضح وتأريخي أنها تريد أن تبعد السلاح عن الانتخابات وتريد إشراف أممي. ويفسر الكثير ذلك أن المرجعية تريد أن تطمئن المواطنين العراقيين بما أنها تبحث عن التغيير السلمي، لذلك تريد مشاركة أكثر عدد من المواطنين العراقيين، خصوصا عندما يشعرون بنزاهة هذه الانتخابات. ولا يمكن أن يشعر المواطن العراقي بنزاهة الانتخابات إلا عندما تتدخل يعني المنظمات الدولية وأن تشرف عليها على الانتخابات، منظمات ليس من مصلحتها أن تدعم الأحزاب، خصوصا تلك الأحزاب التي تملك السلاح. يعني حتى الكثير من المتظاهرين والنخب والأكاديميين ورجال الدين يتفقون مع هذه الدعوات ويؤيدون أن تكون الانتخابات القادمة المبكرة انتخابات نزيهة تضمن الحقوق يعني الذين يصوتون إلى الأحزاب القادمة. وأيضا الآن يعني شباب تشرين والمتظاهرين وحتى المواطنين الذين لم يخرجوا إلى التظاهر يدعون الناس إلى أو يحثونهم إلى تحديث بطاقة البيومتري. والنجف تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتحديث بطاقاتهم الانتخابية، لكن إلى اللحظة عدد كبير تحدثنا معهم من المتظاهرين يقولون إذا بقيت الملامح نفسها ملامح الانتخابات السابقة سندعو إلى مقاطعتها، أما إذا وجدنا ملامح أخرى وفي نية الحكومة القدر. ننتقل إلى الناصرية ومن هناك أيضا أحمد السعيدي. أحمد، بعد أن وضعت تشرين شرطين لخوض الانتخابات هما حصر السلاح المنفلت والإشراف الأممي، بالمقابل تشهد الساحات ومنها الناصرية تصعيدات ضد المتظاهرين، كيف تقرأ الوضع؟ تفضل. يعني هو هذا الخيار، الخياران الصعبان اللذان وضع فيهما متظاهرو تشرين. الخيار الأول هو خيار المواجهة المفروضة، والتي عادة ما تلجأ السلطة والأحزاب ومن يقف وراءها إلى جر المتظاهرين. والخيار الثاني هو خيار تنظيم الصفوف والدخول في المعركة الانتخابية، وهنا يتحدث التشرينيون عن مهمة صعبة تنتظرهم، صعبة وخطرة في نفس الوقت. الخطر والصعوبة تكمن في أنهم يواجهون أحزابا تقليدية تمتلك المال والنفوذ والسلطة، وهم مكشوفي الصدور، لا مال ولا سلطة ولا نفوذ، وفي نفس الوقت هي نفسها المعركة الانتخابية بحاجة إلى مال، وهم يعني ما شكلوه التشكيل الجديد هو البيت الوطني، يعني يحتاج منهم في لأول وهلة لأموال حتى يسجل ككيان مشارك في الانتخابات، لكنهم يعني حتى هذه اللحظة يراهنون على ثقة الناس بهم وبحراكهم المستمر منذ عامين، ويشترطون يبقى الشرط مفتوح، شرط الموافقة أن يعني يخوضون هذه الانتخابات بعيدا عن السلاح المنفلت. أحمد السعيدي مراسلنا من الناصرية، وأيضا من بغداد حيدر البدري، ومن الأنبار نبيل عزامي، ومن النجف حسام الكعبي. شكرا جزيلا لكم جميعا.